سلام، لاباس عليكم، كي دايرين؟ كلشي مزيان. نتمنى هاد الفيديو يلقاكم احسن الاحوال كما العاده. اليوم بغيت نهضر لكم على هاد المنتوج هذا اللي كتشوفوه دائما مع شركه دي اورديناري. صراحه اللي كتعجبني بزاف المنتوجات ديالها، جربتهم وجاو صراحه زوين زوين بزاف. انا تصدمت صراحه في الكاليتي وفي المنتوجات ديالهم، يعني اللي بعض المنتوجات اللي انا جربتهم صراحه كانوا زوينين بزاف على البشره. عطاو واحد تغيير جذري، يعني باين بزاف في البشره ديالي. وداكشي علاش انا الا جربت شي حاجه وكانت افيكاس معايا راهني تنبارطاجيها معكم كما العاده كما كتعرفوني. وما نقدرش ندوي على شي منتوج وانا ما مجرباهش او لا ما عارفه عليه حتى شي حاجه، ما يمكنش نجي وندوي عليه. دونك غادي نهضر دابا اليوم كما كتشوفوا غير على هاد اورديناري ديال غليكوليك اسيد 7% تونيك سوليوشن. هاد المنتوج هذا صراحه واعر. هذا راه تونر كيدير البيلينغ، كيدير واحد التقشير خفيف للبشره. صراحه هو يحفز الكولاجين، يجدد البشره، كيوحد لون البشره، وليني مع المداومه ماشي من اول استعمال غادي تلاحظي هذا الشيء. كيدير واحد التقشير ناعم، اصلا هو كيدير واحد التقشير ناعم للبشره. لحقاش هو كما كتشوفوا هنايا دايرين لك 7%. كاينين المنتوجات اللي حتى هما خاصين بهاد بيلينغ اللي كيديروا التقشير كيكونوا النسبه ديالهم هكا يا 10% يا هذا فيه غير 7%. وصراحه زوين بزاف كما قلت لكم، كيقشر الوجه ولكن الطريقه زوينه، يعني الطريقه اللي ماشي ما كتحسيش بداك التقشير مثلا بحال ماشي منتوجات كتديرهم تتحسي بالهيجان صافي وجهك تيحرقك وتيضرك صافي كتقولي خاصني نوض نمشي نغسلو. هذا لا، يعني في اول استعمال كتحسي بديك التكات غير قريصات هكا اللي عاديين نورمال صراحه اللي يقدر اي واحد عادي زعما هذوك القريصات الصغيورين صافي. كما قلت لكم هذاك التقشير كيديروا تقشير ناعم جدا وكينظف البشره بعمق ويوحد لون البشره. طبعا هذا البرودوي هذا كما قلت لكم من شركه اورديناري، هي شركه كنديه، هي جو بونس كنديه. صراحه واعره بزاف، خصوصا بعض المنتوجات ديالها اللي واعرين. وانا ديجا هضرت على هاد اورديناري، هضرت على المنتوجات اللي كنت خديت. الا كنتو انتريسي ولا كنتو اول مره تشوفوا لا فيديو ديالي غادي نخلي لكم في صندوق الوصف المنتوجات ديالهم اللي استعملت. ولا كنتو اول مره تشوفوا لا فيديو ديالي طبعا نيزيتو با دو بارطاجي هاد الفيديو وانكم ديروا لايك وتابوناو باش يوصلكم اي جديد اللي كنحط. نرجعوا لهاد التونر. كما قلت لكم كناخذوه تناخذ واحد الكميه بسيطه وتنديروها في الوجه ديالنا. طبعا هذا ديجا انا استعملته، انا خديت هذا يعني جديد، يلاه خديته يعني انا استعملته 4 شهور. عطى يعني النضاره كما قلت لكم في الوجه، يعني بالمداومه. راه ما يمكنش برودوي تشريه تقولي ما دار ليا والو، يعني كتبقاي ديريه بالمداومه. بالنسبه للبشره عندها تهضر على انواع البشره، البشره الدهنيه الى المختلطه يعني اصلح لها هذا التقشير هذا، حتى البشره الحساسه ولينا على حسب عاوتاني كل بشره ودرجه الحساسيه ديالها. مثلا هذا راه بدون كحول حتى سون بارفان، عرفت فين شفتها هنايا هي ايا ها هو شي سون بارفان. والصراحه الشركه اللي كتبعد من هاد الكحول ما كتزيدش في المواد ديالها الكحول وهذا وبارفان. لحقاش البارفان اصلا والكحول هو اللي كيقتل البشره كيقتلها، يعني هذا راه ما فيهش البارفان وما فيهش الكحول. والاسعار ديال هاد الشركه هذه في الاسعار جد مناسبه. داكشي علاش انا قلت لكم تصدمت في هاد المنتوجات، لحق السعر ديالهم يقدر اي واحد يشريه
اي واحد يشري غير انكم تاخذوا لوريجين، يعني يعني تاخذوا لوريجين وتستعملوه، فهو كيعطي البشره عاتي. شنقول لكم واعر 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 بزاف، خا نقص ندوي 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 ثاني ايام غاديش نقول لكم هذه الشركه شحال المنتوجات ديالها زوينين. وان شاء الله في فيديوهات الماجيه غادي نهضر لكم على الكافيين، وغادي نهضر لكم على لاسيد لاسيد هيدرونيك، غادي نهضر لكم على هاد جوج منتوجات ان شاء الله في الفيديو الجاي. دابا غادي خليني غير نهضر نقول لكم غير على هاد المنتوج هذا. طبعا كما قلت لكم هو مقشر وكيعالج كيحيد الجلد الميت وكيعالج الحبوب، وحتى الا كنتو كتستعملوه حتى دوك الحبوب اللي تيكونوا تحت الجلد راه تيبريوهم. طريقه الاستعمال دائما في جميع المنتوجات اللي تنقول لكم هي طريقه الاستعمال خاصها تكون طريقه صحيحه. ناخذوا هذا، انا غادي نحل لكم تشوفوا، غادي ناخذوه غادي ديروه في شويه ديال الكونتون ديسك وكتمسحوا به الوجه في الليل. هما راه هذا الشيء راه هاد كاع تقشير كاع تقشير، يعني نورمالمون ما خصوش يكون كاع بنهار، يعني تكوني معرضه للشمس وهذا ما يكونش، يكون احسن في الليل احسن. هما كاتبين هنايا باش نشوف، كاتبين هنايا يمتاش خاص الواحد، مهم سولمون اون فوا بار جور. هنا كاتبين تقدروا تستعملوه غير مره واحده في النهار، مي انا صراحه نقول لكم مثلا اللي اول مره غادي تستعمل هاد التقشير هذا الوجه ديالها، يعني تجرب اول حاجه تجرب في هاد البلاصه هذه، جرب هنا وتشوف شنو واش يكون عندها هيجان بزاف الحميرار اولا، هذا ما دار لها والو، دونك راه صالح للبشره ديالها. كما قلت لكم مره في اليوم مثلا، الا كنتي البشره ديالك امر كما استعملتي فيها التقشير، كنصحك انك ديريه مره في الاسبوع. علاش مره في الاسبوع؟ حيت انت اصلا البشره ديالك ما عمرها درتي لها التقشير، يعني باش يلاه كتولى في البشره ديريها مره في الاسبوع. كما قلت لكم هو يعالج الحبوب اللي كيكونوا تحت الجلد بالنسبه للبشره، اللي وحتى البشره اللي فيها اثار الحبوب حتى هو يفتح دوك الاثار الحبوب. وكما قلت لكم هذا غليكوليك اسيد هو مجموعه من الاحماض ديال الفواكه اللي صراحه راه طبيعيه، يعني طبيعيه غير كتبقى على حسب كل بشره، وكاين البشره الحساسه بزاف، يعني الا كنت بشرتك حساسه بزاف بزاف بالنسبه لهذا الشيء ديال التقشير دونك بلا ما تستعمليهش نهائيا. بالنسبه للبشره المختلطه او للبشره الدهنيه تقدر تستعملو عادي، يعني كما قلت لكم في اول استعمال ضروري غادي تيستيه، كما قلت لكم في هاد الجهه هادي في اليد ديالكم تيستيه وما دار لكم حتى شي حاجه مزيان. بالنسبه لهاد الشركه كما قلت لكم انا ديجا خديت هاد القرعه هادي، دابا هادي راه المره الثانيه حيت ساليتها، وكان مع اصلا كتعرفوا دابا مع الحجر الصحي وهذا، دونك شي شويه صراحه ما تيدخلوش بزاف هادو من برا، دونك كما قلت لكم انا كناخذو من عند واحد اونلاين من باغا فارما غابه اللي كاينه لاباج ديالها في الانستغرام، هي اللي كناخذ عندها وثيقه 100% من هاد المنتوجات انهم اصليين، يعني جيبهم من برا. وكنت درت واحد لا كوموند، الا شفتوا الفيديو ديال هاد اورديناري كنت خديت، وصراحه ملي جيت نعاود ناخذ قالت لي خاصك ديري لا كوموند ديالك وبيدمان يوصلوا ويصيفطوه ليا، دونك انا قلت ليها عطيني خديت هاد غليونيك اسيد. هي الصراحه انا كنت استعملته في تقشيرات، انا كاع تقشيرات صراحه تنبغيهم يكونوا في الاوقات ديال الشتاء هكا، ما حيت الصيف عاوتاني راه بزاف، وانا كي تخرجي وانت دايره التقشير والشمس ضاربه، يعني الشمس يعني وانت دايره تقشير غتحسي بديك ديك ديك الشمس يعني كتاثر لك على الوجه، دونك احسن وقيته هي وقيته ديال الشتاء. كما قلت لكم احسن وقيته لاستعمال المقشرات هما وقيته الشتاء، يعني الا بغيتو تستعملوهم في هذه الفتره هذه، يعني الفتره ديال الربيع وديال الصيف، يعني خاص ضروري ومؤكد انكم ديروا كريم سولير ديالكم. وماشي النسبه راه دابا مشكله، كاينين شي بنات تيهضروا معايا في الانستغرام تيقول لك انا راه كندير لي كرون سولير،
ملي كتسوليها كتقولها واش كديري كل ساعتين؟ الا ما كديروش كل ساعتين، كديرو كتخرج 7 ساعات 8 ساعات وهي خارجه من الدار عمرها ما 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 غسلت وجهها وعاودت استعملاته. دونك ما تقوليش كتستعملي ايكرون سولير بالطريقه الصحيحه ديالو. يعني الطريقه الصحيحه هو انك كل ساعتين ديري، وماشي ديري شويه، ماشي تاخدي غير شي شويه وتحطي وتقولي راني دارت في وجهي، راه خاصك ديري نيت. يعني الحاجه اللي ما خاصكش تزقرمي فيها هي الكريم سولير. يعني الكريم سولير خاصك ديري نيت لوجهك باش يحميك نيت، وخصوصا ملي كتكون ماشي مشكل. مثلا الا شفتوا مثلا لي كريم سولير اللي كتكون النسبه ديالهم غير نسبه ديال 50% مثلا في الشتاء كديروا غير شويه ماشي مشكل، ولكن ملي كيوصل ملي كيكون وصل الربيع والصيف والحراره بزاف بزاف وكديري ليها لك كريم سولير غير شويه راه ماشي غادي يحميك، خاصك تكثري. ومازال كل ساعتين كل ساعتين، وراه كاينين في لي باغا يعني هذوك لي كريم سولير اللي تيكونوا صغيورين، يعني واخا تكوني خدامه ولا خارجه راه تقدري تدخلي وتغسلي وجهك وديري لا كريم سولير ديالك. واحد سبراي راه كاين في الباغا، هو هو كيترش، يعني تقدري مثلا كل ساعتين هكا ترشي وجهك بهذاك سبراي، دونك راه مزيان. يعني الا قديتو تستعملوا هذا الشيء فتقدروا تستعملوا المقشر في الليل، دائما في الليل هذا كنصح به يكون غير بالليل، وكيعالج البشره مزيان، وكما قلت لكم كيجددها وينظف البشره وكيوحد لون البشره، وصراحه كيعطيك واحد لابو واعره واعره بزاف. يعني علاش انا مثلا راه كنحط فلوسي بزاف في شي منتوجات، نقول لكم في منتوجات اللي ما لا علاقه، يعني هذا المنتوج هذا بالنسبه للمقشر فهو رائع رائع جدا، وانا كنقولها لكم 100% ما غاديش تندمي على الريال اللي حطيتيه في هاد المنتجات هادو. غير كما قلت لكم خصو يكون لوريجين، يكون من شركه اورديناري، والثمن راه جد 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 مناسب لجميع الطبقات. اوكي داكشي علاش انا قلت لكم هاد الشركه، فصراحه لي برودوي ديالها زوينين زوينين اللي انا استعملت. يعني ماشي استعملت كاع المنتوجات ديالها، استعملت داكشي اللي خصني انا الوجه ديالي. هادشي اللي كاين. كما قلت لكم دابا هذا راه عاد خديته، لحقاش خديت درت لا كوموند في عند السيده في الباغا كما قلت لكم اللي اونلاين اللي كاينه في الانستغرام، ايوا خديت من عندها هذا. علاش انا دابا خديته؟ راه انا ما غنستعملوش غير حيتاش ما غنلقاهش، يعني ملي انا غنبغي نستعملو ما غاديش نلقاه. دونك انا خديت لا كوموند ديالي، قلت ليها تجيبيه ليا. هانتوما هانتوما باش تشوفوها، ويلاه يتحل. شوف كتكون في هاد الغلاقه هادي، هانتوما شتيها، كتكون هاد الغلاقه هادي وكنحلوه. هانتوما تشوفوا كيفاش داير، شتو كي داير، ها كيجي مسدود. وهانتوما واللون ديالو هو هكا. دونك ملي كيتحل، ملي نحل هذا كندير كان غومبلاسي في بلاصتو هاد الغلاقه هادي، ومنها كنتاخدي واحد القطنه هكا وكتكبي داك المنتج وتدوزيه غير كميه قليله. يعني راه هاد القرعه هادي راه ما شاء الله راه تدي بزاف. يعني كل يعني كما قلت لكم اول استعمال ما تستعملوهش كل نهار. هانتوما بلاتي نوريكم شحال فيها من مليلات، راه 240 ها هي 200، ها هي تبان لكم دابا 240 مليلتر. يعني راه تبارك الله، راه شغنقول لكم مالين الدار كامل يعني استعملوا وشيت الخير. مهم كما قلت لكم هادي اول استعمال، اول ما عمرك استعملتي البشره ديالك تقشير، اول استعمال ديريه غير مره اولا جوج مرات في الاسبوع كبدايه. كل مره كتزيدي، يعني ملي كتلقاي مزيان وجهك كيتقشر، يعني كتلقاي التقشير ناعم بزاف وكلشي هو هذاك، دونك كنزيد 3 مرات في الاسبوع 4 مرات في الاسبوع، حتى تقدي ديريها كما كتبينها هنايا كل نهار اون فوا باغ جو. يعني تقدري تبقاي ديري غير مره صافي. والحاجه المهمه انكم تبعدوا على المحيط العينين، ما ديروش فيه هذا البخودوي لحقاش راه كما قلت لكم راه كيدير التقشير. دونك تبعدوه من محيط العينين، ديروه في البشره.
كيوصلني وشوف كاع لا لي وكيما كومونتير ديالكم بالنسبه لاباج اللي كتحط لي زعما لاباج د الانستغرام، كتقولوا ليهم راه جيتو من طرف ديالي وكنشكركم بزاف على الثقه ديالكم، وكما تنقول لكم راه انا كناخذ من عندها وهي ثقه، ما تقدرش تبيع لكم برودوي ما جايبهش من برا، يعني هادو راه كيما قلت لكم ديال راه ما يمكنش تلقاوهم ما كاينينش في المغرب، يعني الناس اللي كيجيبوا لي كوموند من برا هما فين تلقاو هاد البرودوي وتيكونوا اوريجينال. وبنات اللي بزاف اللي خداو من عند هاد لاباج هادي راه كتوصلني كتقول لك راه جينا من طرف سوسو انجيل، وكتقول لي راه المتتبعات ديالك راهم جاو عندي. شكرا بزاف لكم والله الا كتفرحوني بزاف بزاف. وطبعا راه داكشي اللي نبغي لراسي كما كتعودوا، يعني الناس بزاف الصراحه تيعرفوني مزيان، انني ما غاديش نقول شي حاجه الا ما كانتش سيغ تليق ليكم. وراه الا ماشي الا شفتوا هذا اللون، حيت الصراحه راه كندوي بزاف، غادي ندوي غادي تشوفوني دويت بزاف في هذا الفيديو، ولكن الصراحه كيستاهل غير باش تاخذوا جميع المعلومات. تقدروا ديروا لي غوشيرش ديالكم في جوجل في يوتيوب، يعني كاين بزاف اللي هضروا عليه، كاين اليوتيوبرز اللي هضروا عليه، يعني عادي. انا صراحه كنبغي اي حاجه نهضر عليها نطرق الجميع لهذا. بالنسبه لهذا اللون هذا راه ماشي الا خديتيه، حيت على حسب البيريود عاوتاني، حيت هاد الزهره هذه كتبدل اللون ديالها، دونك الا خديتيه في شي بيريود تقدري تلقيه في اللون الاخضر، يعني عادي جدا تقدري تلقيه في هذا اللون هذا اولا اللون الاخضر، يعني عادي، يعني الزهره هكا دايره. وكما هو راه هو ايه راه فيه هاد غليكوليك اسيد 7%، وفيه مكونات اللي كتعالج البشره واللي كتحمي، يعني فيه بزاف د المكونات، والصراحه زوين 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 بزاف هكا باش كت تعتني بالبشره ديالك. مزيان الواحد يعتني بالبشره ديالو، يكونوا صراحه المنتوجات افيكاس كاليتي زوينه وبخي مناسب كما العاده. و جو بونس راه طريقه الاستعمال قلتها لكم، كتغسلوا مزيان وجهكم كتنظفوا مزيان الوجه، وكتاخذوا واحد القطينه هكا وتديروا فيه هذا المحلول هذا، وكتمسحوا مزيان كتمسحوا هكا وجهكم كامل صافي. وتقدروا تاخذوا واحد المرطب هكا اللي كديروا بالليل وترطبوا وجهكم وصافي. دونك هذا هو الفيديو، وهذه هي صافي الشيء اللي بغيت نقول لكم صراحه. نتمنى انني ما نسيت شي حاجه، نتمنى ما نكونش نسيت شي حاجه، ولا كنتو ديجا نتوما استعملتوه قولوا لي الاراء ديالكم عليه في لي كومونتير ديالكم، ومرحبا بجميع تساؤلاتكم بجميع لي كومونتير ديالكم، وتنبغيكم بزاف ورمضان مبارك للجميع.